عليكم ورحمة الله. بالنسبة للإخوان اللي طلبوا فيديو الكلب هذا، كلب الأباي اللي هو الراعي الأسياتي، طبعا كان هو مريض جبناه وتحسن وطاب وإيده طابت وصار يمشي وربى الغز عليها، ووقفنا له الأدوية والمضادات صارت صحته قوية ولحم الجروح عنده تقريبا 99% سكر، وقفنا الأدوية عنه وصار وضعه تمام، بلش ينصح بس بده كمان فترة لأنه كان يضحك يعني بوك بجوا كثير، وعطيناه كل الأدوية اللازمة. أكيد على الاحتياط بدنا نعطيه تطعيم السداسي اللي هو للأمراض للفيروسات عشان نضمن إنه مطعم. هاي التطعيم مدتها سنة والكلب تحسن. طبعا هذا التطعيم مهم جدا للأمراض، أي واحد بيجيب أي كلب لازم يطعمه، حتى لو متأكد مش متأكد من تطعيمه لازم طعمه، لو كان مطعم مش حيضره بالعكس منيح له منيح له عشان تضمن انه ما ينصابش بالفيروس. فيما لو انصاب بالفيروس هو بقاومه وما بموت الكلب، لانه كثير كلاب بصيبها الفيروس وبتموت اذا بتكون مش مطعمة، نسبة النجاة منه 1%. فهكيتا احنا للاحتياط من نطعمه، وضعه صار تمام. ايده لحمت صارت تمام ورجع وقف عليها. تعال، كان الجرح كبير، كانت نص ايده ما كلها الدود ورجعت تقريبا 99%. سلم سلم، شاطر. الكلب عملاق ضخم، تحسن منيح. صار وين كان وين صار؟ يلا تعطيك ابره بس مش تخاف ولا تعب. اسند لتحت الجلد وانت شطور. طبعا هاي الابره بتكفي لسنه. شاطر، بطل هذا الكلب عملاق، حسن وصار منيح تمام. وين كان وين صار؟ بس بده شوية ايش؟ نصاحة، بنعطيه اكل بوكل يعني اكيل الكلب، بس ما بنصح بالعيون. اعطيناه شربات للدود، اعطيناه كل شيء، ايفوميك، اعطيناه مضاد حيوي التهابات لكل شيء، وهي التطعيم. سلم، شايف ايده؟ الكلب على الطبيعة باين ضخم، راسه كبير الكلب، سلم. ماشي كنت تخمل انت. شوف كيف الكلب حتى نفسيته تريحت. يلا تعال سلم، يلا سلم، بيلعب، يلا سلم.